مرحبا، اهلا وسهلا بكم وبجميع المستمعين الكرام. مرحبا وسهلا فيك وسعيدين بالتواصل معك. الرائد علي، يعني من انواع الحرائق احيانا التي تحدث هي حرائق الحشائش، فعادة ما هي اسبابها هذه؟ نعم، هو تشهد محافظة ظفار بعد انتهاء موسم الخريف حلول موسم اخر وهو موسم الربيع او ما يسمى حاليا موسم الصرف. نعم. ويصاحب هذا الموسم هو الربيع جفاف القطاع النباتي الأخضر والحشائش في السهول والجبال، الأمر الذي يتطلب معه أخذ الحيط والحذر والتطيب بإرشادات السلامة الصادرة عن هيئة الدفاع المدني والإسعاف، تجنب الوقوع مثل هذه الحرائق اللي هي طبعا كما هو معروف حرائق المراعي والقابات. نعم. طبعا هذه الحرائق لها أسباب كثير ومتعددة، منها الطبيعية ومنها البشرية. على عجال نمر على هذه الأسباب، وهي تقريبا عوامل أكثرها طبيعية وبعضها قد يتسبب فيها البشر يعني. نعم. من هذه الأسباب طبعا في نشوء مثل هذه الحرائق خاصة في هذه الفترة في محافظة ظفار، وطبعا الاتصال المباشر طبعا بأشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة تعد من العوامل التي تساعد أو تساهم بشكل كبير في انتشار مثل هذه الحرائق. وكذلك حقيقة كذلك بالنسبة للمواد التي تستخدم أيضا في تخزين الأسمدة والمواد الزراعية وهكذا، إذا تم تعرضها بشكل مباشر لأشعة الشمس قد تسبب أيضا عدد من العوامل والأسباب أيضا التي تساعد في انتشار مثل هذه الحرائق. طبعا وهنالك أيضا أسباب أخرى اللي هي طبعا الإهمال البشري عندما تستخدم بعض المواد في عمليات الطبخ أثناء الرحلات وكثير في هذا الشعب. نعم. وطبعا استخدام مواقد النار وغيرها دون تقيد بإجراءات السلام. نعم. يعني عادة رائد علي، إذا توسعت هذه الحرائق ما هي أضرارها؟ كيف يمكن أن نصف النتائج الغير متوقعة أحيانا؟ البعض يمكن بسبب إهمال بسيط يتسبب في مشكلة كبيرة. نعم. فنوضح للمستمع المشاهد. نعم بالفعل، طبعا هذه الحرائق لها طبعا خسائر طبعا على القطاع النباتي، تأثير بيئي كبير جدا يعني. بالإضافة إلى أيضا خسائر تعتبر مادية بالنسبة للرعاة وأيضا أصحاب المواشي وأصحاب الإبل وكثير من هذه المراعى التي تستخدم تقريبا طيلة العام للرعي. نعم. بالإضافة إلى قد تكون تتجاوز تصل إلى أضرار مادية إذا وصلت إلى الأحياء السكنية أو وصلت مثلا امتدادها إلى ما يهدد سلامة البشر. بالإضافة إلى الخسائر قد تكون بشرية أحيانا ومادية في نفس الوقت. هكذا هي تقريبا خطورة مثل انتشار هذه الحرائق على القطاع النباتي وأيضا على التجمعات السكنية وأيضا على المراعي والقابات التي تستخدم من قبل المواطنين في الرعي، وأيضا استخدام هذا القطاع طبعا بعد جفافه يستخدم للرعي تقريبا عدة أشهر من السنة، ويعد عامل رافد مادي لهم لرعي طبعا مواشيهم في هذا الموسم وما بعد. نعم. في هذه الفترة بالتحديد، يعني ما هي النصائح التي تقدمونها الرائد علي؟ ويعني هي أكيد يعني ذي المرحلة اللي فيها جفاف الحشائش يمكن تكون نعم. مرحلة أكثر نشطة، يعني الحرائق والبيئة تكون مناسبة أكثر لهذه الحرائق، فبالتحديد في هذه الفترة ما هي النصائح والإرشادات وبشكل عام كذلك؟ نعم بالفعل، طبعا هنالك في نصائح وإرشادات نوجهها من عبر هذا المنبر لجميع من يستمعون على هذه الأرض، هذه الطيبة أرض وطننا الغالي. طبعا رجاء من الجميع أخذ الحيطة والحذر عند استخدام أي وسائل من وسائل مواقد النار أثناء الرحلات وأثناء أيضا أعمال الرعي، والقيام بإطفاء هذه النيران بعد استخدامها تماما، واستخدام عوازل معدنية أيضا لعدم اتصالها بشكل مباشر أيضا بهذه الحشائش. بالإضافة إلى أن هناك العديد من النصائح والإرشادات التي تصدر عن هيئة الدفاع المدني والإسعاف سنويا، ومنها طبعا في مطويات ومنها ما هو طبعا في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة. نعم. ننصح أيضا باتباع الإرشادات التي تصدر، مثل عدم تخزين المبيدات والمواد بشكل مباشر بأشعة الشمس طبعا في
التي تستخدم في من قبل مزارعين او رعاه المواشي او هكذا، عدم اشعال النار طبعا بشكل مباشر على اثناء على هذه الحشائش اثناء الرحلات او اثناء رعي المواشي، بالاضافه لعدم رمي السجائر، وهذه نقطه مهمه جدا. طبعا جميع الجبال او الشريط الريفي في محافظه ظفار طبعا يعد من الاماكن السياحيه ايضا للرحلات والتنزه وغيرها، سواء كان على المستوى المحلي او على مستوى البلد السلطنه بشكل عام او خارج. فننصح بعدم رمي عقارب السجائر من المركبات مباشرة في هذه الفترة. هنالك رياح نشطة تهب خلال الأيام الجاية بإذن الله تعالى. طبعا هذه الرياح تعد من العوامل المساعدة بشكل كبير جدا في انتشار مثل هذه الحرائق وبشكل سريع. هذه الرياح النشطة قد تنقل الشرر في خلال دقائق وساعات إلى مساحات شاسعة جدا، وهذه المساحات طبعا قد تكون في وديان وجبال، وقد تكون ايضا في اماكن وعره لا يصل اليها الا المشي على الاقدام، سواء كان من المواطنين او من اجهزه الاطفاء او من رجال الاطفاء واجهزه الدفاع المدني. نعم. لذا ايضا ننصح بضروره ابتعاد المصابين لامراض مزمنه اثناء اشتعال مثل هذه الحرائق، وعدم مواجهه النيران او الدخان بشكل مباشر، واتخاذ وضعية مقادرة المكان أو أخذ وضعية معاكسة اتجاه الرياح. نعم. طبعا للتأثير الخطير جدا الصحي لهذه الأدخنة على من يعاني من تلك الأمراض، وأيضا من لم يعاني. نعم. إن لم يكن هنالك ما يقي مثل أجهزة التنفس، أن يجب أن يعاكس فقط مباشرة اتجاه الدخان لسلامة الشخص أو لسلامة القائم على احتواء مثل هذه الحوادث. نعم. ايضا ننصح جميع المواطنين والمقيمين عند مشاهده مثل هذه النيران ان استطاع ان يحتوي او يعزل اثناء بدايه نشوبها ان يتدخل، وان لم يستطع ان ينسحب ويبلغ مباشره ارقام الطوارئ مباشره 49 اللي هو رقم الطوارئ المعروف. نعم. عمليات قيادات الشرطة، وكذلك أو الاتصال المباشر على أرقام هيئة الدفاع المدني والإسعاف محافظة الظفار اللي هو 2-3-2-3-4-9-7-5، ورقم الآن انتشر بشكل كبير. نعم. أيضا نضيف إلى ذلك أنه عند مشاهدة هذه الحرائق يجب الإبلاغ الفوري على هذا أسرع وقت لاحتواء ما يمكن احتوائه عند انتشاره. نعم. ونسأل الله السلامة للجميع أكيد، ونأكد مرة ثانية عن يعني الرائد علي أنه لا تستهين بأي سلوك وإن كان بسيط قد يسبب مشكلة وحرق. نعم. كبير. شكرا جزيلا لك الرائد علي.